السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الطريقة الثانية لربطة الـ FG، بربط الخيط الحرير اللي هو الـ XA ده لما يكون رفيع مع خيط متين، لابد ان انا استعمل ربطة زي ربطة الـ FG. ازاي اربطها؟ بخلي الماكينة مع العود في جنبي من هنا، وبربط مثلا بجيب زي كوباية ورق مثلا او حاجة، اربط طرف الخيط من الناحية التانية، اربطها في الكوباية بأي طريقة كده، بحيث ان انا امسكها واسندها برجلي عادي، لان انا هستعمل الخيط هستعمله لوحدي من غير ما حد يساعدني. هنا ربطت الربطة، هعديها من هنا بالشكل ده، واعديها من الناحية التانية من هنا بحيث ان انا امسكها برجلي. بنطلون جينز طبعا بيساعد. هنا الخيط مشدود والماكينة مفتوحة شوية، بحيث ان انا لما اشد الخيط تفتح معايا الماكينة. لما اربط بمسك الخيط، هنا طبعا 60 LB، خيط متين شوية، بسيب منه حوالي 15-20 سنتي، وامسك الخيط من فوق من هنا بالشكل ده، والف من تحت، ادي لفة من هنا، واسحب الخيط بعد اول لفة بالشكل ده، ادي التانية، ادي التالتة، الرابعة، وافضل الف وهكذا، وكل ما اعدي في اللف اشد شوية، اقفل الماكينة شوية مش كتير، بس لازم الماكينة تديني خيط برضو، ولو ما عطتنيش خيط انا بضم رجلي بقدر ان انا اتعامل. تحت شوية هنا بالشكل ده، واحدة يمين واحدة شمال، واحدة من يمين من تحت واحدة شمال من تحت، نفس الاتجاه ونفس الربط، من هنا واحدة ومن هنا واحدة، كل واحد يعني كان بس في الاول، ادي واحدة من هنا واحدة من هنا. كل الامور دي بأمر الله سهلة، اللي باقي هو اللي صعب، اللي هو القفل اللي في الاخر، لكن لما تفهمه هتعرف ان انت تربط بسهولة. هنا دي كانت من هنا، طيب تمام، بعدين من هنا ربطة يمين ربطة شمال لحد ما يطول عندي طول الربطة. الربطة هنا بتطول معايا لما بلف، بتطول حوالي 3 سنتيمتر او اكتر بالشكل ده. هنا تقريبا انتهينا، عدد اللفات يعدي 20 لفة، لفة يمين لفة شمال، 20 لفة كلهم او اكتر من 20. المهم ان ده يكون طوله طويل شوية. هنا انا خلصت، بجيب الماكينة واقفها هنا وافتح شوية على اساس اني اخد منها خيط مش كتير، تمام، واطلع الخيط من هنا. هنا عندي دول اللي كانوا مشدودين، اللي في الكوباية واللي طالع من الماكينة، هربط الاتنين دول مع بعض، هضم رجلي كده عشان يبان، هربط الاتنين دول مع بعض بده. ازاي؟ هلف من فوق لفة، والمرة التانية لفة من تحت، ادي لفة من فوق من هنا، اتمنى تكون واضحة في التصوير، ادي ربطة اسحبها وانا ماسكها كده، اتربطت اول ربطة، اول ربطة. الربطة التانية هتكون من تحت، الاولى كانت من فوق، التانية من تحت من هنا، وهما الاتنين مع بعض برضو بنفس الموضوع، اشد الخيط اللي في الماكينة واشد اربط الربطة التانية، برصهم جنب بعض. هنا الربطة التالتة هتكون من فوق، الربطة الاولى كانت من فوق والتانية من تحت، التالتة من فوق، اشد الخيط واربط. بص بالترتيب، ربطنا خلصنا كده، لو شديت مش هتفك، لكن لازم اقفل، لازم اقفل دول مع بعض. فبعمل ايه؟ بمسكهم كده مع بعض الاثنين بالشكل ده، واعمل دايرة كده على اساس ان الف 5-6 لفات، دي واحد، خلي مساهم طول شوية، 2-3-4-5-6-7-8، ايا كان اللفات، المهم ان هما يعني مش هيأثروا طولهم كتير يعني كده. لفيت اللفات، ارجع اعيد اللف
اللفات اللي انا لفيتها دي العكس، يعني هشوف هم الملفوفين كده، انا هلف العكس بس هرصهم هنا، يعني هرص اللي انا عامله هنا ده هرصه هنا. ادي لفه اتنين ونفس العدد، كل ما بلف من هنا بتفك من هنا وهكذا. قربنا قربنا ننتهي من الربط، الربط تمام، فاضل لفة وانتهى اللف. احاول ان انا اقربهم شوية من هنا، اقربهم كده بايدي كده مرصوصين الرصة دي، واضحين اهم، كمان الشمس وضحتهم اكتر. اسندهم بصباعي كده واسحب الخيط اللي هو كنت ربطه في رجلي ده بالشكل ده. نخلي الخيط اللي في الماكينة مشدود، وامسك اللي في البكرة ده اشده، واشد القفل اللي انا عامله ده شدة، بحيث ان انا اقفل عليه كويس ما يفكش تاني. طيب هنا انا عايز اقص، لازم الاول اشد وبعدين هقص. في القص لازم تسيب، شوف الجزء ده اللي هو الصغير ده، هنسيب منه حوالي 2-3 مللي من هنا لازم، لو ما سبتش بيفك اهو، خلينا اهو بالشكل ده. لو انا ما سبتش خيط من هنا مع الشد ومع الكاستنج بيفك بدون ما استعمل ولاعة بدون اي شيء، هي خلاص كده تمام، امورها تمام وبتتحمل معانا وتشد اوزان كمان. اتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.